السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي. هنتكلم مع بعض النهاردة إن شاء الله في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني. تعالى كده هنشوف مع بعض الدرس الأول مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي ط، والدرس الثاني بعض المجموعات الجزئية من ط. تعالى كده في البداية مجموعة أعداد العد، مجموعة أعداد العد بنرمز لها بالرمز إيه؟ عين. طيب وهي مجموعة إيه؟ بتبتدي من مين؟ لو طلبت منك مثلا ان انت تعد الفصل، هتبدأ تعد ازاي؟ واحد اتنين تلاتة. اذا مجموعة اعداد العد بتبدأ من عنصر رقم واحد، يبقى هنفتح قوس مجموعة ونكتب فيه الارقام من واحد لاتنين وتلاتة الى ما لا نهاية. وكمان هي مجموعة مرتبة وغير منتهية. طيب تعالى كده، قال لك لو أضفت الصفر لمجموعة أعداد العد، يعني كأنك بتقول المجموعة صفر اتحاد مجموعة أعداد العد هيديك مجموعة جديدة اسمها مجموعة الأعداد الطبيعية. طيب رمز مجموعة الأعداد الطبيعية ده إيه؟ طيب مجموعة الأعداد الطبيعية لما هحب أعبر عنها بأقواس مجموعة، هنبدأ من الصفر، يبقى ط بتساوي صفر واحد اتنين تلاتة إلى ما لا نهاية، لأنها مجموعة مرتبة وغير منتهية. طيب تعالوا كده نلاحظ مع بعض مين أصغر عنصر من عناصر مجموعة أعداد العد؟ الواحد طيب بينما أصغر عنصر من عناصر مجموعة الأعداد الطبيعية؟ الصفر. طيب تعالى كده نشوف مع بعض، نتذكر مع بعض بعض الحاجات. عندي أول حاجة جزئية من، طيب اللي وراها ليست جزئية من. طيب تعالى كده نفتكر ان الجزئية من وليست جزئية من كنا بنستخدمها ايه؟ مجموعة بالنسبة لمجموعة، بجيب علاقة مجموعة و مجموعة تانية. طيب اللي وراها تنتمي او لا تنتمي، طيب تنتمي ولا تنتمي كنا بنقول ايه؟ دي بتربط علاقة بين عنصر ومجموعة. طيب حرف اليو ده اللي هو يعني مين؟ الاتحاد. طيب لو شقلبناه هيبقى مين؟ التقاطع. طيب العلامة اللي هتظهر عندي دي اسمها ايه؟ الفرق بين مجموعتين. عندي مجموعة ملاحظات، زي ما احنا لسه كنا قايلين أصغر أعداد العد هو مين؟ الواحد. طيب ليه الواحد؟ لأن مجموعة أعداد العد بتبتدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة إلى ما لا نهاية. طيب مستر ما في الصفر. لا، قال لك الصفر ده عنصر لا ينتمي لمجموعة أعداد العد. طيب أصغر عدد طبيعي هو مين؟ زي ما احنا كنا لسه قايلين برضه هو الصفر. طيب ليه قلنا الصفر هنا مش الواحد؟ لأن هنا الصفر بينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية. ثالث ملاحظة، الأعداد الطبيعية لا تحتوي على أي كسور عادية أو عشرية، وجميعها أعداد صحيحة، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، مش هلاقي مثلا واحد وتلات أرباع، واحد وخمسة من عشرة، عشرة واتنين على تمانية مثلا، الكلام ده كله، لا هي أعداد صحيحة فقط. طيب مجموعة عوامل أي عدد جزئية من الط والعين، ومجموعة مضاعفات أي عدد جزئية من الط فقط وليست جزئية من العين. طيب ليه مجموعة العوامل جزئية من الط والعين؟ قال لي دي لأن أنت بتبتدي مثلا بمين؟ بعدد، اللي هو مثلا لو أخذنا مجموعة عوامل العدد أربعة هيبقى مين؟ الواحد والاتنين والأربعة، تمام؟ هل فيهم صفر؟ لا، فهي فعلا دي مجموعة جزئية من الط وجزئية من العين. على عكس مضاعفات، مثلا لو قلنا مضاعفات العدد أربعة هيبقى مين؟ صفر اتنين أربعة وهكذا، تمانية مثلا، الكلام ده كله، تمام؟ طيب هل الصفر ده موجود في العين؟ لا، يبقى فعلا المجموعة دي جزئية من الط وليست جزئية من العين. طيب اللي وراه بيقول لي انتبه، لو حبيت احط مجموعة الط في شكل مجموعة فين هيبقى العين والمجموعة صفر، ويبقى الط بتساوي عين اتحاد المجموعة صفر. طيب هيطلع عين ليه؟ طب هجيبها ازاي؟ هخبي الصفر. طيب لو حبيت اعكس ط فرق العين يبقى هخبي مين؟ العين، يبقى المجموعة صفر. تعالى كده يبقى الط المجموعة الكبيرة، جواها مين؟ المجموعة الصغيرة اللي هي العين، يبقى العين جزئية من ط ويبقى ط اتحاد العين يدينا المجموعة الكبيرة، على عكس لو جبت التقاطع بيدينا المجموعة الصغيرة. عندنا هنا سؤال بيقول لنا أكمل ما يأتي، أصغر عدد طبيعي هو، نركز هنا إن هو قال لنا عدد إيه طبيعي، إذا هو مين؟ الصفر، برافو. بينما أصغر عدد في مجموعة أعداد العد، قلنا مجموعة أعداد العد بتبدأ من واحد اتنين تلاتة إلى ما لا نهاية، وهنا بيسألني عن أصغر عدد في مجموعة أعداد العد هو
الواحد، يبقى أصغر عدد طبيعي هو الصفر، بينما أصغر عدد في مجموعة أعداد العد هو الواحد. مجموعة أعداد الأعداد الطبيعية الأقل من أربعة، عايزة أجيب مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من أربعة، يبقى هنفتح قوس مجموعة وهنكتب فيه الأعداد من كام. احنا هنا بنقول لنا مجموعة أعداد الطبيعية، يبقى هنبدأ بمين؟ بالصفر. يبقى عندنا الصفر والواحد والاثنين والتلاتة، مش هنكتب الأربعة لأن هو بيقول لنا هنا إيه؟ الأقل من أربعة. طب إمتى نكتب أربعة؟ لو قال لنا الأقل من أو تساوي أربعة، في ساعتها هنا هنكتب إيه؟ أربعة، هنكتب الأربعة من ضمن العناصر. لكن هنا قال لنا الأقل من أربعة، يبقى إذا المجموعة هي إيه؟ صفر واحد اتنين تلاتة. مجموعة الأعداد الطبيعية الأكبر من خمسة، هنا بيسألني على مجموعة أعداد طبيعية، يبقى إذا هنبدأ بعنصر مين؟ الصفر. يبقى هنفتح قوس مجموعة وهنكتب كام؟ ها، هنبدأ من الأكبر من خمسة، يبقى ستة سبعة تمانية إلى ما لا نهاية، لأن هنا مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة إيه؟ غير منتهية. طب لو قالنا هنا الأكبر من أو تساوي الخمسة، يبقى كنا هناخد الخمسة من ضمن العناصر، كنا هنقول خمسة وستة وسبعة وثمانية إلى ما لا نهاية. طه اتحاد فاي هيدينا مين؟ طه اللي هي المجموعة الكبيرة، بينما طه تقاطع الفاي. التقاطع هنا اتفقنا في أنه مجموعة الصغيرة اللي هي الفاي. طه تقاطع عين، يعني ايه العناصر المشتركة ما بين مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة أعداد العد؟ اللي هي العين، اللي هي المجموعة الصغيرة. يبقى طه تقاطع عين في عين، وده برضك لأن العين هي مجموعة جزئية من طه، يعني عين تعتبر المجموعة الصغيرة وطه المجموعة الكبيرة اللي عين جزئية منها. يبقى طه تقاطع العين في العين، بينما طه اتحاد العين، يعني كل العناصر المكونة لمجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة أعداد العد، يبقى طه اتحاد العين في الطه. طيب عندنا هنا سؤال بيقول لي مجموعة مضاعفات العدد أربعة المحصورة بين 20 و50. طيب أنا هنا عايز أجيب مجموعة مضاعفات العدد اللي هو مين؟ أربعة. طيب يبقى هنبدأ من بعد العشرين، مين مضاعفات العدد أربعة من بعد العشرين؟ 24، 28، 32، 36، 40، 44، 48. ينفع نكمل ونقول 52؟ لا. ليه؟ لأن هو قال لنا المحصورة ما بين كام وكام؟ 20 و50. طيب ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. أول حاجة، أكبر عدد طبيعي هو المليار. خطأ، وذلك لأن الأعداد الطبيعية اتفقنا أنها مجموعة مرتبة وغير منتهية، فما أقدرش أحدد أنه أكبر الأعداد عموما أو أكبر الأعداد الطبيعية، فبالتالي أكبر عدد طبيعي هو المليار. الإجابة خطأ. طيب اللي وراها مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة غير منتهية، الكلام ده صح ولا خطأ؟ صحيح، لأن مجموعة الأعداد الطبيعية هي مجموعة غير منتهية وإيه كمان؟ مرتبة. طيب بيقول لي المجموعة صفر وواحد واتنين، تقاطع الصفر والخمسة والعشرة بيساوي فاي، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا هنا عايزين نجيب التقاطع، يعني ايه هي العناصر المشتركة ما بين المجموعتين. هنلاحظ هنا ان عنصر الصفر مشترك، فبالتالي يبقى هنا المجموعة صفر، هل دي تساوي الفاي؟ طبعا لا، لان الفاي دي مجموعة خالية ما فيهاش اي ايه عناصر، وهنا المجموعة دي فيها عنصر اللي هو الصفر، وبالتالي هنا الاجابة هتكون ايه؟ خطأ. طيب المجموعة صفر ينتمي للط، انا لسه قايل المجموعة صفر، يبقى هياخد ايه؟ جزئية او ليست جزئية. طيب لو هو جوه الط يبقى ياخد جزئية، لو هو مش جوه الط يبقى ياخد ايه؟ ليست جزئية. يبقى هنا ايه؟ الاشارة خطأ، يبقى الاجابة بتاعتي ايه؟ صح ولا غلط؟ خطأ، لان هنا المفروض ان مجموعة الصفر جزئية من ط. طيب المجموعة صفر اتحاد الواحد والاتنين والتلاتة بيساوي ط؟ لا، الكلام ده غلط. ليه يا مستر غلط؟ لأن أنت عارف إن ط مجموعة غير منتهية، وأنت هنا لو جبت الاتحاد هيبقى صفر واحد واتنين وتلاتة، يعني مجموعة إيه؟ منتهية، يبقى الإجابة هنا إيه؟ خطأ. تاني سادس سؤال عندنا بيقول لنا 7.2 تنتمي لط،
طبعا هنا هنبص هنلاقي ان ده اعداد ايه من ضمن الاعداد العشرية، واحنا قلنا ان اي اعداد عشرية او كسور لا تنتمي لط، يبقى هنا بالتالي الاجابة هتكون خطأ. وزن اي جسم بالكيلو جرامات بينتمي للطه، الاجابه هنا ايه؟ غلط. ليه؟ لان انت مثلا مش ال... ان الوزن مش دايما عندك عدد صحيح، ممكن 6.5، 5 و3 ارباع، الكلام ده كله، يبقى الاجابه هنا ايه؟ خطا. يبقى وزن اي جسم بالكيلو جرامات لا ينتمي للطه. عدد صفحات الكتاب بتنتمي العين؟ صح، لان احنا لما بنيجي نعد عدد صفحات الكتاب بنعد 1 2 3، واحنا اتفقنا ان اي مجموعة اعداد عد بنبدأ من الواحد بنسميها ايه؟ اللي هي العين، مجموعة اعداد العد، فبالتالي عدد صفحات الكتاب تنتمي العين. أكمل بوضع جزئية وليست جزئية، تنتمي ولا تنتمي. رقم 1 2 نقط الطه، الاتنين ده عنصر، يبقى ياخد ايه؟ ينتمي لطه. مجموعة 2 نقط طه، طبعا هنا المجموعة يعني هقول جزئية أو ليست جزئية، هبص هنا للعنصر 2 هل هو من عناصر طه اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية أو لأ، هنلاقي إن فعلا الاتنين من ضمن عناصر مجموعة الأعداد الطبيعية، وبالتالي هنا هنقول إيه؟ مجموعة 2 جزئية من الطه. طيب السبعة من عشرة، ده كسر عشري، كسر عشري، يبقى لا ينتمي للطه، لأن ده ايه؟ عنصر. هنا بيقول لنا مجموعة 55 نقط بالنسبة لطه، طبعا ال55 دي من ضمن مجموعة الأعداد الطبيعية، وهنا طبعا مديها لي مجموعة يعني هقول جزئية أو ليست جزئية، وبما إني لقيت إن ال55 دي موجودة من ضمن عناصر الطه إذا هي جزئية من الطه. طيب الصفر بالنسبة للطه، هنا الصفر عنصر، يبقى ينتمي أو لا ينتمي. لو موجود جوه الطه ياخد ينتمي، لو مش موجود ياخد لا تنتمي. هنا فعلا الصفر جوه الطه، يبقى ياخد ايه؟ تنتمي للطه. هنا بيقول لنا 1 و3 تقاطع ال2 و4، هل هنا في عناصر مشتركة ما بين المجموعتين؟ هنلاقي ان مفيش اي عناصر مشتركة، وبالتالي ان هنا هفتح قوس مجموعة خالي يعني مفيهوش اي عناصر لان مفيش اي عناصر مشتركة، او هعبر عنها بفاي، وبالتالي ان الفاي اتفقنا انها جزئية من اي مجموعة، يبقى هنا عندنا فاي جزئية من اي مجموعة، وكمان كان عندنا ملحوظة إن أي مجموعة كمان جزئية من نفسها. مجموعة مضاعفات العدد 2، قلنا مجموعة المضاعفات يبقى جزئية من طه، تمام، لأن دايما مجموعة المضاعفات ومجموعة العوامل بمجموعات جزئية من الطه. مجموعة مضاعفات العدد 2 بالنسبة للعين اتفقنا ان هي ليست جزئية من العين، ومجموعة مضاعفات اي عدد بتكون جزئية من الطا، لان هنا بنبدأ بعنصر ايه؟ الصفر، بيكون من ضمن عناصر المجموعة. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، 5 ناقص 9 نقط بالنسبة للطا، طبعا هنا 5 ناقص 9 مش هينفع اجراء عملية الطرح بالنسبة لمجموعة الأعداد الطبيعية، وبالتالي هنا أنا بتكلم عن عنصر، فهنا هتبقى إيه؟ لا تنتمي لطه. طيب السؤال اللي وراه 3 و5/7. طيب زي ما احنا شايفين كده ان ده عدد صحيح وكسر، طبعا ده ايه؟ لا ينتمي لطه. 13/4 بالنسبة لعين، طبعا هنا أنا بتكلم عن كسر، وطبعا 13/4 هيطلع لنا هنا عدد عشري، وبالتالي هنا الأعداد العشرية ايه؟ لا تنتمي لمجموعة الأعداد أعداد العد، يبقى 13/4 لا ينتمي لعين. السؤال اللي وراه 17 و5/10 نقط، هنا عدد صحيح، هنا عدد عشري مكون من عدد صحيح وكسر عشري. طيب واحنا عارفين ان الاعداد الطبيعية دي كلها اعداد صحيحة، يعني ممكن واحد بس او اتنين او 17 بس، فهنا 17.5 هيبقى لا تنتمي لطه. 5 و3/10 جوه قوس مجموعة يعني مجموعة 5 و3/10 بالنسبة لعين، احنا اتفقنا طبعا ان مجموعة الاعداد اعداد العد لازم تكون اعداد صحيحة، وهنا اعداد ايه؟ عشرية، فبالتالي ليست جزئية من العين، لان انا هنا بتكلم على ايه؟ مجموعة بالنسبة لمجموعة. السؤال اللي وراه 11/10 نقط. طيب انت 11/10 دي اللي هي هتبقى 1 و1/10، فده ايه؟ لا ينتمي للطه. 15/3، طبعا هنا ده موجود في صورة كسر، بس ده هنا لما نيجي نقول 15/3 هتلاقيها تساوي كام؟
الخمسة والخمسة ده عنصر صح، والخمسة عدد ايه؟ صحيح. فبالتالي 15 على 3 دي تنتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية، يبقى 15 على 3 هنا موجود في صورة كسر، بس الناتج بتاع خارج الاسم هيديني كام؟ هيديني 5، والخمسة هنا عندي عنصر أو عدد صحيح، بالتالي أنا بقارن ما بين عنصر ومجموعة، يبقى هنا هنقول ايه؟ 15 على 3 تنتمي لط. السؤال اللي وراه 1 وربع زائد 1 و3/4 هيدينا الناتج عدد صحيح، فهيبقى الناتج بتاعي ايه؟ بينتمي للعين. بيقول لي هنا اكتب مجموعتين احداهما مجموعة جزئية من ط والاخرى ليست مجموعة جزئية من ط. طبعا انا هنا عايزة مجموعتين احداهما مجموعة ايه؟ جزئية، يعني انا عايزة اقارن ما بين مجموعة ومجموعة، يبقى هفتح قوس مجموعة واحط فيه اي ايه؟ عدد، وليكن هنا عندنا مثلا او مجموعة عوامل العدد 49، هنجيب عوامل العدد 49 اللي هي الواحد والسبعة والـ49 جوه اقواس طبعا ايه؟ مجموعة. يبقى هنا مجموعة الواحد والسبعة والـ49 دي مجموعة جزئية من ط. طيب ممكن حد يحلها بطريقة تانية، يقول لي مثلا ان العين اللي هي واحد، نفتح قوس مجموعة طبعا، واحد واثنين وثلاثة الى ما لا نهاية اللي هي تساوي مجموعة العين، دي مجموعة جزئية من الط. يبقى ليها ايه؟ اكتر من ايه؟ اكتر من طريقة. وممكن برضك نجرب احنا مع نفسنا ايه؟ مجموعات اخرى. طيب عايزة مجموعة ليست جزئية من ط، اتفقنا ان الاعداد العشرية او الكسور دي تكون مجموعة ايه؟ ليست جزئية من ط. يبقى هنا مثلا عندنا مجموعة الاربعة من عشرة دي ليست جزئية من الط. طيب يلا بينا سنة 5 نتعرف على الدرس التاني معانا النهاردة، هو بعض المجموعات الجزئية من ط. تعالى نشوف كده بعض المجموعات الجزئية من ط، اللي هي بيقول لي توجد مجموعات جزئية من ط كما هو موضح في الجدول التالي. عندي المجموعة ورمز وعندي خط الأعداد اللي بيمثل المجموعة اللي احنا هنتكلم عليها. أول حاجة مجموعة الأعداد الزوجية زين، طبعا احنا بنختصر مجموعة الأعداد الزوجية برمز ايه؟ زين. طبعا انت عارف مجموعة الأعداد الزوجية هي مجموعة الأعداد اللي بتبقى القسمة على 2. يلا بينا زين كده هنمثلها بأقواس مجموعة. زين بتساوي 0 2 4 6 8. يلا بينا خط الأعداد. خط الأعداد هنرسم خط أعداد عادي جدا، تمام، بمسافات متساوية بين كل رقم والتاني، وهنكتب عليه الأعداد الطبيعية من الشمال لليمين 0 1 2 3 وهكذا، تمام، وهنبتدي نحدد عليه الأعداد الزوجية اللي موجودة عندي في المجموعة. عندي الصفر هبتدي، والاتنين والأربعة والستة والتمانية هنبتدي نحط عليهم نحددهم. وبعدين دي مجموعة غير منتهية، فلما هاجي هقفل المجموعة مش هقف عند التمانية، لأ بالعكس، ده أنا هطول ناحية اليمين بسهم ناحية اليمين، لأن دي مجموعة غير منتهية ولسه في أعداد زوجية تانية ما اتكتبتش. المجموعة التانية اللي جزئية من ط ممكن تكون هي مجموعة الأعداد الإيه؟ الفردية، وبنرمز لها برمز ف. إيه مجموعة الأعداد الفردية دي؟ اللي هي الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة، وهي عكس الأعداد الزوجية اللي هي الأعداد أو اللي هي جميع عناصرها لا تكبر القسمة على كام؟ على 2. تعالوا نمثلها كده على خط الأعداد. برضه نفس الكلام، هنرسم خط الأعداد بتاعنا بمسافته المتساوية، وبنكتب من الشمال لليمين الأعداد الطبيعية بتاعتنا بداية من الصفر، تمام، ونبتدي نحدد عليها الأعداد الفردية اللي عندي اللي هي 1 والـ3 والـ5 والـ7. وبعدين برضو هنحط هنا هنقفل المجموعة، بس هنطولها بسهم، لأن دي برضو مجموعة أعداد فردية، هي مجموعة غير منتهية، طب هي أعداد فردية تانية لسه بعد الـ7. معانا برضو مجموعة الأعداد الأولية، وهي مجموعة جزئية من ط اللي هي بتمثل الاعداد الاوليه. طب هي ايه الاعداد الاوليه اللي احنا عارفينها؟ بيقول لي هي الاعداد التي لها عاملان فقط، اللي هما الواحد والعدد ايه؟ نفسه، او هي الاعداد التي لا تكبر القسمه الا على نفسها والواحد الايه؟ الصحيح. طبعا احنا خدنا مجموعه الاعداد الاوليه دي كانت بدايتها العدد 2 3 5 7 الى ما لا نهايه، برضه مجموعه غير ايه؟ منتهيه. تعالوا نمثلها كده على خط الاعداد. زي ما احنا قلنا هنمثل خط الاعداد عادي خالص، 0 1 2 3 4 5، هختار منهم الاعداد اللي انا عايزها اللي هي الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة، بعد كده احط سهم لانها مجموعة غير ايه؟ منتهية. بعد كده سنة 5 عندي بعض الملاحظات المهمة.
بتقول لي اصغر عدد اولي هو مين؟ الاثنين طبعا بيفكرك بيه، واصغر عدد زوجي اولي او اولي زوجي هو برضه الاثنين. بعد كده العدد الاولي الزوج الوحيد هو الاثنين. اصغر عدد اولي فردي او فردي اولي هو الثلاثة. الاعداد الاولية جزئية طبعا من ط، وكذلك الاعداد الزوجية وكذلك الاعداد الايه الفردية. عندي ملاحظات تانية. عندي اول حاجة الف جزئية من ط والزين جزئية من ط. الملحوظة التانية الزين اتحاد الف. لو انا عايزة اشكل او عايزة امثل ط بمجموعة زين وف، طبعا زي ما انت شايف كده هي الطاء اصلا عبارة عن اتحاد زين اتحاد ف، همثله باي شكل فين وهقسمه بالنص جزء زين وجزء ف. طب تعال نشوف بقى بقية الملاحظات. بيقول لي زين تقاطع ف زي ما انت شايف، هل في عنصر مشترك بين زين وف؟ هل في عدد بقول عليه عدد زوجي وفردي في نفس الوقت؟ لا، مفيش اي اعداد زوجية او فردية ما بينهم عناصر مشتركة خالص. تمام، هم مجموعتين كل متباعدتين او متنافيتين فتقاطعهم بيكون فاي. بيقول لي فيه تقاطع ط بيساوي ف. ليه بقى التقاطع بيدينا ف؟ لان دايما التقاطع بيدينا المجموعه الاصغر اللي هي مجموعه الاعداد الفرديه. زين تقاطع ط بيساوي زين، لان برضو قلنا زي ما احنا قلنا كده التقاطع بيدينا المجموعه الاصغر اللي هي جزئيه من ط هيدينا زين. طيب لو اتكلمنا على الملحوظه رقم 4 بيقول لي ط فرق ف. انا عندي ط زي ما انت شايف كده في شكل فين، شكل فين ده بيقول لي ان انا عندي مجموعتين زين وفي. طبعا ط فرق زين، عندي رقم 4 ط فرق ف بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي زين. طب لو ط فرق زين بقى بيساوي ف. ليه؟ لان زين وفي مجموعتين متباعدتين. الملحوظه رقم 5 ف فرق ط، ف فرق ط بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي فاي. طب ليه بتساوي فاي؟ قال لي لان الف مجموعه جزئيه من ايه؟ من ط، وطالما الفاء مجموعه جزئيه من الطا يبقى الفرق ما بينهم بيساوي ايه؟ فاي. وكذلك الزين فرق طا هتساوي برضه فاي، لان الزين موجوده كلها في ايه؟ في طا او جزئيه منها. يبقى معنى كده ان الفرق ما بينهم بيساوي ايه؟ فاي. ملحوظه كمان بيقولي مجموعه الاعداد الزوجيه زين ومجموعه الاعداد الفرديه ف مجموعتان متباعدتان. زي ما احنا قلنا قبل كده ان مفيش عنصر مشترك ما بين الزين والف، مفيش عنصر ما بنقول عليه عدد زوجي وعدد فردي في نفس الوقت، لا هي الاعداد الزوجيه متباعده عن مجموعه الاعداد الايه الفردي. طيب بنكمل برضو باقي الملاحظات بتاعتنا. ملاحظه رقم 6 بيقول لي هنا لو زين تقاطع الالف ايه المشترك بين الاعداد الزوجيه والاوليه؟ الاعداد الزوجيه والاوليه لو رجعنا لاول ملحوظه هنلاقي ان عدد الزوجي الاولي الوحيد هو الاثنين، يبقى زين تقاطع الالف باثنين. تمام، وكمان عندي ملحوظة تانية، ملحوظة رقم 7 بتقول لي ألف ليست جزئية من الزين. تمام، إنما الألف جزئية من الطاء. تمام، طيب إيه كمان؟ قال لي ملاحظة رقم 8 ألف ليست جزئية من الف. تمام، لأن الاتنين بتنتمي للألف والاتنين لا تنتمي للف. أي نعم، هي الألف دي كلها أعداد فردية بس ما عدا الاتنين هو الزوجي، فعشان كده الاتنين دي ما جعلتش ان الالف تبقى جزئيه من الف. تمام، فبقت الاعداد الاوليه ليست جزئيه من الاعداد الفرديه. الملحوظه رقم 9 بيقول لي لو عندي الاعداد الاوليه فرق الاعداد الفرديه، ايه اللي موجود في الاعداد الاوليه ومش موجود في الفرديه؟ الاعداد الاوليه جميعها فردي ما عدا العدد الاثنين هو العدد الاولي الزوجي الوحيد، يبقى الف فرق الف بتديني مجموعه اللي هي الاثنين بس. رقم 10 بيقول لي ايه هي مكملة الزين؟ مكملة الزين عشان تديك المجموعة الكبيرة بتاعتنا اللي هي الطا. طب ايه اللي بيكمل الزين عشان يديني الطا؟ هي الف. نفس الكلام لو انا عايز مكملة الف، ايه اللي بيكمل الف عشان يديني المجموعة الكبيرة بتاعتنا الشاملة تعتبر اللي هي الطا اللي هي هتبقى الزين. هنتكلم دلوقتي بيقول لي في ملاحظة بيقول لي مكملة المكملة لأي مجموعة هي المجموعة نفسها. فلما اجي اقول لك ان مكملة المكملة للمجموعة زين هتبقى زين، ومكملة المكملة للمجموعة ف هتبقى برضو ف. طيب رقم 13 بيقول لي زين فرق الف، ايه اللي موجود في الاعداد الزوجية ومش موجود في الاعداد الفردية؟ الزوجية كلها مش موجودة في الفردية، يبقى زين فرق الف
بزين. نفس الكلام ده لو عكسناها، لو قلنا فيه فرق الزين، برضو الأعداد الفردية مش موجودة في الأعداد الزوجية، ففيه فرق الزين هتساوي فيه. أكمل ما يأتي. رقم واحد بيقولي المجموعة صفر فرق العين. طب تعال نشوفوا كده المجموعة فيه فرق العين، هل الصفر ده عنصر من عناصر العين؟ هلاحظ إن الصفر والعين، الصفر لا ينتمي لإيه؟ للعين. إذن الناتج الصفر تبقى المجموعة صفر. طبعا طالما الصفر والعين مجموعتين متباعدتان يبقى الفرق ما بينهم هو المجموعة الأولى الصفر. طب تعال نشوفوا كده المجموعة التانية، بيقول لي المجموعة صفر فرق طه، المجموعة صفر فرق طه، طبعا الصفر عنصر من عناصر طه، وطالما الصفر عنصر من عناصر طه يبقى المجموعة صفر هي جزئية من إيه؟ من طه، وطالما المجموعة الأولى جزئية من المجموعة التانية يبقى الفرق ما بينهم هيساوي إيه؟ هيساوي فاي. الفرق ما بينهم هيساوي فاي. تمام. طب نشوف مع بعض السؤال التالت، بيقول لك المجموعة صفر فرق الزين، ايه اللي موجود في المجموعة الأولى ومش موجود في الزين؟ طبعا الصفر موجود في الزين، يبقى ايه؟ يبقى فاي. طيب لو انا برضو المجموعة صفر بس عملت لها تقاطع مع الفي، هو في حاجة مشتركة بين الصفر والفي؟ لا طبعا مفيش حاجة مشتركة، برضو هتبقى فاي. طيب بعد كده بيقول لي طه فرق مكملة الفي، يعني مكملة الفي اللي هي الزين، يعني طه شيل منها الزين هيبقى ايه؟ هيبقى ف. طيب ط فرق مكملة الزين، مكملة الزين اللي هي الف، ط شيل منها الف هتبقى زين. سؤال رقم 7 بيقول لي ط فرق تقاطع ف وزين. طب نجيب الاول ف تقاطع زين بايه؟ ف تقاطع زين بفاي. طب تبقى ط فرق الفاي، ايه اللي موجود في ط مش موجود فاي؟ ط كلها. طيب بعد كده بيقول لي ط فرق ف اتحاد زين، ف اتحاد زين بط. يبقى انا لما اجي اقول لك ط فرق ط، ايه اللي موجود في ط ومش موجود في ط؟ هتبقى ايه؟ فاي. زين تقاطع ف، زين تقاطع ف، هل في عنصر موجود ما بين زين وط وف؟ قال لي طبعا فاي. رقم 10 بيقول المجموعه 0 و1 و2 تقاطع الالف. تعالوا يعني ايه تقاطع؟ يعني العناصر المشتركه ما بين المجموعتين. تعالوا نشوفوا كده ايه العناصر المشتركه بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. الصفر ده هل موجود او مشترك ما بين المجموعه الاولى ومجموعه العدد الاوليه؟ قال لي لا. طب الواحد برضه لا مش عدد اولي. طب مين؟ قال لي الاثنين. الاثنين هي المشتركه او هو العنصر المشترك بين المجموعه الاولى ومجموعه العدد الاوليه، يبقى الناتج هو مجموعه 2. رقم 11 مجموعه عوامل العدد 6 تقاطع الف. طبعا عشان اعرف التقاطع ما بين المجموعتين لازم اجيب الاول مع عوامل العدد ايه 6. ايه هي عوامل العدد 6؟ قال لي الواحد والاثنين والثلاثة والستة. طب تقاطع فيه يعني عايزني أجيب منهم الأعداد الفردية. مجموعة عوامل عدد ستة الواحد، يبقى أول حاجة واحد، الاثنين ده عدد زوجي هستبعده، والثلاثة هاخدها والستة هستبعدها، يبقى أنا دلوقتي ناتج التقاطع ده هيطلع المجموعة واحد وثلاثة. رقم 12 ط تقاطع ألف، يعني مجموعة الألف الطبيعية تقاطع الألف. طبعا الألف ده جزئية من ط، وقلنا طالما جزئية يبقى التقاطع هناخد المجموعة الأصغر اللي هي الإيه؟ الألف. رقم 13 ألف فرق ف، يعني الأعداد الأولية فرق الف، إيه اللي بيميز الأعداد الأولية عن الأعداد الفردية؟ قلنا هو في عنصر واحد زوجي في الأعداد الأولية اللي هو مين؟ الاثنين، وطبعا يبقى هو المجموعة إيه؟ اثنين. ف فرق زين، قلنا ف وزين مجموعتين متباعدتان، يبقى ف فرق زين هيدينا ف. رقم 15 اكتب مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من 10. طالما قال لي اكتب مجموعة الأعداد يبقى أحطها في أقواس مجموعة، وهكتب الأعداد الطبيعية الأقل من 10. يعني العشرة معايا ولا لأ؟ لا كده العشرة مش معايا، فهكتب الأعداد الطبيعية الأقل كلها من العشرة، مش هاخد العشرة، هتبقى الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة. رقم 16 بيقول لي اكتب مجموعة الأعداد الطبيعية الأكبر من 3 والأقل من 7. يبقى انا كده طالما قال لي الاكبر من 3 واقل من 7، يعني هو عايز المحصور بين ال 3 وال 7. الاعداد الموجوده بين ال 3 وال 7 والمحصوره ما بينهم هي ال 4 وال 5 وال 6. عايز مجموعه اعداد العد الاقل من 8. طالما قال لي مجموعه اعداد العد ما تنساش بقى وتاخد الصفر، لا انا هبدا من الواحد لان هو عايز مجموعه اعداد الايه؟ العد، ومش هاخد ال 8 لان هو عايز برضه الاقل من ال 8. يبقى انا هفتح اقواس مجموعه وهبدا هاخد مين؟ هبدأ من الواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. السؤال رقم 18 بيقول لي عايز مجموعة عوامل العدد 16.
مجموعة عوامل عدد 16 هي الأرقام اللي 16 بيقبل القسم عليها. طب هي 16 بيقبل القسم على كام؟ 16 بيقبل القسم على الواحد وعلى الاثنين وعلى الأربعة وعلى الثمانية وعلى 16. تمام؟ بعد كده عايز مجموعة الأعداد العد الأكبر من 15. دي مجموعة غير منتهية، لأن الأعداد العد الأكبر من 15 ملهاش نهاية، اللي هم 16 وال 17 وال 18 وال 19 وهكذا. بعدين بنروح لسؤال تاني بيقول لي عبر بشكل فين واحد عن المجموعات الآتية: ط الأعداد الطبيعية، ز الأعداد الزوجية، ف الأعداد الفردية. هنعمل زي ما كنا عاملين قدام في الملاحظات، كنا عاملين أي شكل فين، تمام، وبنبتدي إن احنا نقسم شكل فين ده في النص، بنكتب في نص الأيمن مثلا ز والنص الأيسر بنكتب فيه ف، وبنكتب على الشكل كله من بره. يبقى انا كده رمزت مثلا للدايره اللي قدامي دي ان هي مجموعه الاعداد الطبيعيه، وقسمتها نصين، نص مجموعه اعداد زوجيه والنص الاخر لمجموعه اعداد فرديه. من الجديد بيقول لي: اذا كانت ش بتساوي س حيث س بتنتمي لط، وس اقل من او يساوي 9، س بتساوي المجموعه س حيث س بتنتمي لط، وس عدد زوجي اقل من 9، الص بيساوي مجموعه الاعداد 2 و3 و5 و7، اكتب بطريقة السرد ش وس، مثل بشكل فين ش وس وص، اوجد س تقاطع ص، س فرق ص، س اتحاد ص، س شرطة ص شرطة. أول حاجة هنجيب ش، بيقول لي ش تساوي س حيث س بتنتمي لط، وس أقل من أو يساوي 9. طب هنكتب كل الأعداد الطبيعية، الأقل من أو تساوي 9، يبقى هنبتدي من 0 1 2 3 4 5 6 7 8، وهاخد كمان التسعة عشان قال لي او يساوي التسعة. بعدين السين بيقول لي سين حيث سين بتنتمي لطا، يعني عدد طبيعي، وسين عدد زوجي اقل من التسعة. هكتب كل الاعداد الزوجية اللي اقل من التسعة، اللي هي الصفر والاثنين والاربعة والستة والتمانية، جوه مجموعة اسمي المجموعة دي سين. يبقى انا كده عبرت عن سين وعن شين بطريقة السرد. بعد كده في راس السؤال قدامنا ايه؟ بيقول لي مثل بشكل فين شين وسين وصاد. طيب يلا بينا هنمثلهم بشكل فين. لقينا ان في تقاطع بين س وبين ص في العنصر 2، فعملت مجموعتين متقاطعتين، كتبت في النص 2 وكتبت باقي عناصر س اللي هي الصفر والاربعه والسته والثمانيه في باقي الجزء بتاع س، والجزء بتاع ص كتبت باقي عناصر اللي هي الثلاثه والخمسه والسبعه، تمام. وبعدين بشوف الشين، لقيت الشين بدأ في الصفر مكتوب، الواحد مش مكتوب كتبته، الاتنين مكتوبة، التلاتة مكتوبة، الاربعة، الخمسة، الستة، السبعة، التمانية، كل دول مكتوبين، التسعة مش مكتوبة، كتبت التسعة، وحملت الشكل بتاع الشين بتاعي هو مستطيل، تمام. بعدين بيقول لي اوجد، بيقول لي اوجد سين تقاطع صاد. طبعا ايه المشترك او ايه العناصر المشتركه بين سين وصاد؟ لقيت ان العناصر المشترك او العنصر المشترك الوحيد ما بين سين وصاد هو المجموعه ايه؟ 2. يلا بينا كده. بعد كده سين فرق صاد، يعني مجموعه العناصر اللي بتنتمي لسين ولا تنتمي لايه؟ لصاد. طبعا قلنا هنعمل ايه؟ هناخد اللي هنشيل الجزء المشترك بين سين وصاد، هتبقى لي العناصر الموجوده في سين فقط اللي هي الصفر والاربعه والسته والايه؟ والثمانيه. المطلوب اللي بعد كده بيقول لي سين اتحاد صاد، يعني كل عناصر سين وصاد بدون تكرار طبعا هتبقى 0 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده عايز مكمله س. طبعا قلنا مكمله س هنجيبها ازاي؟ هنخبي س كلها، هيتبقى لي العناصر الموجوده في ص والعناصر الموجوده في ش. تعال نشوف كده: 7 وال3 وال5 وال1 والايه وال9. بعد كده هجيب ص شرطه، صاد شرطة دي يعني هخبي صاد وهجيب بقية كل العناصر اللي موجودة في سين وسي وفي شين، هتبقى لي 0 1 4 6 8 9. سؤال المتفوقين، وطبعا انا عارفه ان كل اولادنا في الثلاث مدارس متفوقين وهيحل السؤال. السؤال الاول بيقول لي: ضع علامه جزئيه او ليست جزئيه. رقم واحد: مجموعه مضاعفات العدد 8 نقط العين. رقم 2: مجموعه مضاعفات العدد 6 نقط الطاء. رقم 3: مجموعه عوامل العدد 12 نقط العين. رقم 4: مجموعه عوامل العدد 4 نقط
الطا. السؤال الثاني معايا بيقول لي اكتب 3 مجموعات جزئية من طا و3 مجموعات غير جزئية من طا. والسلام.